هذا وأكد رئيس بلدية القبة مختار العجيلية بأن الأشغال بملعب بن حداد تسير بوتيرة جيدة، وسيتم استلام المدرجات قريبا، مضيفا بأن العديد من الجمعيات الرياضية ضحت من أجل تدعيم رائد القبة بثلاثة ملايير سنتيم. اتصالات مع المؤسسة الوطنية باش يكون العمل، ووصلنا لبعض الحلول مع بعض لي بيروديتيد. بالنسبة أيضا للتروازيام تريبين، العملية البيروديتيد انتهى من العملية، ممكن نوصيها في أقرب الآجال. بالنسبة للإعانة تاع الفريق من خلالكم، هنا أعطيني فرصة ممكن نشكر المجلس الشعبي البلدي لبلدية القبة، يعني أنه كان متفاهم، وبعض الجمعيات الرياضية أيضا أنها كانت متفاهمة، ضحى ونقصنا لهم باش نعاودوا نحافظوا على نفس المبلغ اللي مديناه العام اللي فات، وهو 3 مليار.